ترأس الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وفد دولة الكويت في الاجتماع 34 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مدينة الرياض. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون اجتماعهم 34 في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، ورأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية. اليوم كان في اجتماع رؤساء أصحاب المعالي أصحاب السمو رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، ولله الحمد تم الاتفاق على عدة أمور كانت على جدول أعمال لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا وأيضا لأسباب مختلفة. لا الحمد اليوم تم الاتفاق على كل بنود الاجتماع، ومنها هي تقدم الإمام في منظومة دول مجلس التعاون الخليجية الرياضية. اليوم تم الاتفاق من رؤساء اللجان الأولمبية على عدة أمور، تغيير المسمى لهيئة فضل المنازعات إلى مسماها الصحيح وهي هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى واعتماد التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي بشأن هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون. واليوم تم اتفاق كذلك على جانب هذا الاجتماع ما بين المجلس الأولمبي الآسيوي والأكاديمية الدولية في مقرها في مدينة أولمبيا في اليونان، وذلك للاستفادة من الخبرات الأكاديمية الدولية مع القارة الآسيوية، بنفس الوقت استفادة من الأكاديمية الآسيوية لمقرها بسيول مع الأكاديمية الدولية للشباب الآسيوي خصوصا الرياضيين بعد انتهاء من مرحلة الرياضة. وفي نهاية الاجتماع تسلم أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 التي انطلقت في مدينة الرياض، كما جرى على هامش أعمال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين اللجان الأولمبية الآسيوية والأكاديمية الأولمبية الدولية. رؤساء اللجان الأولمبية اعتمدوا خلال اجتماعهم التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت خلال شهر مايو الماضي. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.